الحقيقة انه من الاخبار يعني مش بعيدا قوي، ولكن نبعد شوية عن الصراعات، ومن الاخبار السعيدة اللي احنا يعني انا شخصيا سعدت بها جدا في الفترة الاخيرة في الايام الماضية، هو حصول السيد سفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية في الامم المتحدة، ووكيل الامين العام السابق للامم المتحدة، والمستشار الخاص للامين العام بشأن افريقيا، حصل على وسام الامبراطور الياباني أو الإمبراطورية اليابانية لعام 2021، وذلك تقديرا لمساهماته كأحد المنظمين المشاركين لمنتدى طوكيو الدولي تيكاد. والحقيقة أنه يعني كسفير مصري في المقام الأول، ويعني أنا ببقى سعيدة جدا عندما نجد هذه يعني هذا الشخص وهذه القامة تحصل على هذه الجائزة، بنسميه الديكوريشن أو التنصيب عالي المستوى من الإمبراطور الياباني بنفسه. ومعنا على الهاتف السفير ماجد عبد الفتاح، وأنا هاخد اللقب اللي حصل بيه على الجائزة، المستشار الخاص للأمين العام بشأن إفريقيا. سيادة السفير ألف مبروك. الله يبارك فيكي، شكرا جزيلا وشكرا على المقدمة الطيبة، وده تكريم للدبلوماسية المصرية وتكريم لمصر قبل ما يكون تكريم ليا أو للجهد اللي بذلناه لدعم إفريقيا وبالتعاون مع اليابان والأطراف الدولية الأخرى. يعني اشرح لي بالضبط، يعني هذا المؤتمر كان منذ سنوات، يعني هل يعني لماذا الآن هذا التكريم؟ طبعا هو تكريم مستحق سيادة السفير، ولكن بس عايزين نفهم التايم جاب اللي بين التكريم وبين المؤتمر. تمام، التيكاد هو مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا، ده مبادرة يابانية أطلقت سنة 93 بعد انتهاء الحرب الباردة مع عدد من الشركاء الدوليين وفي إطار متعدد الأطراف، مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والنرويج استراليا والسويد وغيرها، بيهدف إلى دفع أجندة التنمية في أفريقيا في إطار من الشراكة والملكية الوطنية ووفقا للأولويات الأفريقية. بيقدم تمويل حوالي 30 مليار دولار كل 3 سنوات من خلال الجايكا، وبيشرف على تنفيذ هذا التمويل وتحويله إلى مشروعات المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الفترة اللي أنا كنت فيها من سنة 2012 ل 2017 بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ UNDP ومع البنك الدولي اللي مقره في واشنطن أيضا. ليه من 2012 ل 2017؟ لأنه في 2015 على وجه التحديد تم اعتماد أجندة 2063 الأفريقية، وبالتالي تغيرت أولويات القارة الأفريقية تغير جذري، وترتب على ذلك أن احنا بذلنا جهد كبير جدا مع الحكومة اليابانية ومع الشركاء الآخرين، وكان هنا في ذلك الوقت رئيس الوزراء آبي ووزير الخارجية نيشيدا اللي هو حاليا رئيس الوزراء، وغيرنا كل خطة العمل للتيكات وحولناها لتنفيذ الأجندة الأفريقية 2063. 2015 اعتمدت أجندة الأمم المتحدة 2030، واعتمدت أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وبالتالي كان مطلوب أن احنا نعمل alignment مع هذا الموضوع. قمة 2016 اتعملت في كينيا، وقمة 2019 رأسها الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ابي احمد، كانت في يوكوهاما وكانت تحت عنوان البروموشن اوف بزنس، كانت في اطار بقى التوجه الجديد اللي ظهر نتيجه. فده نوع من التقدير من الجانب الياباني للجهد اللي بذل لتطوير وتحديث هذه المبادره ووضعها في الاطر التنفيذيه اللي الاتحاد الافريقي نفسه واللي القاره الافريقيه نفسها بتتطلع عليها، ومستمرين في التنسيق في هذا الموضوع ايضا، لانه الاجتماع اللي جاي القمه القادمه هتعقد السنه الجايه 2022 في تونس، وهتبقى مناسبه جديده لاعاده اطلاق مرحله جديده من التمويل 30 مليار دولار اخرى للقاره الافريقيه لتنفيذ مشروعات كبيره بتتم على في تنفيذا لخطه 2063.